كله عشان اخليه هتجيبي من ايه؟ هتجيبي من ايه؟ مركز ميمو يبقى سمي ريترو لانه يقدر يتحول من ار ان اي دي ان اي لانزيم اسمه
بس خلاص خديت اسمه القديم اتلغى اللي هو ار ان اي تيومر فايروس او عيون سرطان هو بيهبط المناعه وبس. طب الريترو فايروس يا جماعه ده عباره عن عيله كبيره جواها ثلاث عائلات صغيره. عيله اسمها اونكو فايروس، ركزوا معايا، اونكو فايروس ولينتي فايروس واسبوما فايروس. اونكو ولينتي فايروس واسبوما فايروس. الاونكو فايروس جواها فيروس مشهور جدا، اول ما انا اونكو اللي عندها الاونكو جين بتعمل ايه زي ما خدت في الميثولوجي؟ سرطان. في يا جماعه عائله صغيره جوه الريترو اسمها اونكو تعمل سرطان، اشهرها فيروس اسمه اتش تي ال في. يعني ايه اتش تي ال في؟ هناخده بالتفصيل. اتش تي ال في اللي هو هيومن تي سيل لوكيميا فيروس. اتش يا جماعه تي ال في اللي هو هيومن تي سيل لوكيميا فيروس، يبقى يعني اتش تي ال في هيومن تي سيل لوكيميا فيروس، ده بيعمل سرطان. اما اللينكي فيروس ده عيله يا جماعه بتعمل فيوجن، بيحصل بين خلايا فيوجن، يعني لو خليت لهم هيحصل بينهم ايه؟ فيوجن ويدخلوا في بعض وفي النهايه يحصل خليه ديس. واشهرها يا جماعه الاتش اي في اللي هو الايدز. الايدز يا جماعه مشهور بالحركه دي، ان لو يدخل جوه الخلايا يحصل بينها في الاخر فيوجن يحصل لها ايه؟ ديس. وهنشوف ازاي. اما يا جماعه العيله اسمها سكوما ديت بتعمل دي جنريشن في البرين، دي جنريشن في البرين. الايدز
منه نوعين، في حاجه اسمها اتش اي في 1 ايدز رقم 1 واتش اي في 2. الايدز رقم 1 ده موجود في العالم كله. رقم 2 ده بيرتبط دايما بافريقيا، واكثر دوله في العالم فيها ايدز بالمناسبه جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بيتكلم في 40 ل 45% من سكانها بيحصلوا ايدز. بينيلوا ايه محدش فاهم. نسبه الايدز عندك عاليه جدا في جنوب افريقيا. يا ليه هونج كونج عشان يروح الاماكن ديت يخلي باله. بيقول لك الايدز يا جماعه نوعين، واحد واثنين، واحد في العالم واثنين موجود في افريقيا. واول ما تم اكتشاف الايدز يا جماعه، اول ما تم اكتشافه معروفه جدا في امريكا، في 18 بني ادم عايشين في امريكا في لوس انجلوس. ال 18 بني ادم عندهم نوع معين من سرطان الرئه، اللي هو كان عندهم كابوسه بكوما. غريبه قوي ده، كابوسه بكوما ده رئه. ان انا الاقي بيه 18 واحد ال 18 كابوسه بكوما بينيلوا ايه؟ في الاخر يا جماعه طلع ده كابلات الايدز، وعرفوا الناس دي كلها كانت هوموسيكشوال، هوموسيكشوال واتنقل وسطهم المرض وكلهم جالهم سرطان في الاخر. قصه معروفه. نيجي نبص على الايدز يا جماعه. الايدز يا جماعه مرض بيتنقل بست طرق. اثنين يستاهلوا المرض اللي بيتكلم فيها يا جماعه. اثنين يستاهلوا، واثنين مرضى، واثنين غلابه. الايدز يا جماعه يصيب ست اشخاص. اثنين يستاهلوا المرض، واثنين مرضى، واثنين غلابه. الاثنين يستاهلوا مين بقى؟ سيكشوال ودراج ادكت. الناس ماشيه بسرنجه واحده غلط. اثنين مرضى، واحد اتنقل له بلاد في فيروس سي. مصر يا جماعه فيها 3000 بني ادم مصاب بفيروس ايدز، اكثر من 70% منهم ما جالهمش ايدز عن طريق نقل دم، عكس ما الناس فاكره شرم والقصص ديت. لا، جالهم مرض عن طريق بلاد ترانسفيوجن. ازاي يعني؟ ده اللي هنفهمه كمان شويه. وتاني حد ده مريض رينا دي. طيب اثنين غلابه يا جماعه، انفنت وايه؟ انفنت ودكتور، دكتور قصه مشهوره بسنتين، جراح مخ واعصاب، بيعمل عمليه في المنصوره، وطبعا بيتعور وبيجرح نفسه في العمليه، حاجه مواقف الجراحين. وبعد العمليه العيان يقول له عايز اقول لك على سر، انا عندي ايدز. واجبنا نعرف ان احنا نعمل ايه في الاخر، ناحيه الدكتور اللي اصاب بايدز ده او حصل له شكل ابره فيها ايدز. يبقى اثنين يستاهلوا المرض، اثنين مرضى، اثنين غلابه. بعض الناس بتسال بعض الاسئله، هو ممكن يا جماعه الايدز يتنقل عن طريق الحشرات اللي بتمص دم من انسان لانسان؟ قال لك لا، ما يتنقلش. ما يتنقلش عن طريق الانسكت، لان الفيروس ما عندوش القدره جوه الحشره يعمل ريبليكيشن، بيموت. طب هل ممكن الفيروس يتنقل بالكيسنج؟ لا، الكيسنج ما يتنقلش فيروس. هل الفيروس، هل الفيروس يتنقل يا جماعه عن طريق الانسترومنت اللي احنا ممكن نبدلها مع بعض زي مثلا المعالق، الشوك؟ برضه لا. لكن لو حد حط دم منه ولسه عنده مجرحه او شفت واحد فيها دم، ممكن يتنقلك المرض. لكن اقل يا جماعه صابون، اقل حاجه بتنظف يا جماعه الاطباق والمعالق بتقتل الفيروس بكل سهوله. وصل؟ طيب احنا بس بنقول نقط عشان بس الناس مهتمه بالنقط دي. الباص جينيستي، لقيت الناس مع بعض. والمحوش يا جماعه في الاخر ممكن اعيد له رسمه في الاخر لما يدي المذكره. الناس مع بعض دلوقتي، هنشوف مع بعض المرض اللي بيحصل ايه فيه بالظبط. ايه هو الباص جينيستي بتاع الايدز؟ هو باص جينيستي سلام، ركزوا معايا. دي عباره عن خليه يا جماعه. دي عباره عن خليه، حيث الخليه بتاعتنا المشهوره هي عباره عن التي هيلبر. هي عباره عن التي هيلبر. الخليه عندنا يا جماعه المشهوره هي عباره عن التي هيلبر، مشهوره بايه بقى؟ التي هيلبر يا جماعه معروف ان عليها ريسبتور اسمه سي دي 4. وعلى سي دي 4 مين؟ ده ريسبتور خدوه في المناعه. وعلى المناعه 2 اهي ظهر. التي هيلبر يا جماعه عليها ريسبتور اسمه سي دي 4. قالوا بعدين؟ لقوا يا جماعه ان فيروس الايدز عنده سبايكس اسمها جيلاكو بروتين كام؟ 120. هذه السبايكس اسمها جيلاكو بروتين 120 ما تمسكش يا جماعه الا في سي دي 4 وبس. يعني مثلا المنظر اللي بتشوفينه على الرسمه ده، ان الجيلاكو بروتين 120، الجيلاكو بروتين 120 الموجوده على الفيروس بتمسك في السي 4، والسي 4 موجوده بس على مين؟ على التي هيلبر. ملاحظه صغيره يا جماعه، ان لو ان فيروس الايدز لما يدخل الجسم بيبقى عنده القدره يخلي الماكروفاج والمونوسايت يطلع سي 4. ازاي؟ مش عارف مفسر ايه، بس ممكن ينقل الماكروفاج والمونوسايت يطلع سي 4، والعالم كده فاهم مين؟ الايدز. المهم هنا يسالك حته مهمه قوي، ازاي حصل اتاتشمنت بتوين الفيروس والخليه؟ تقول له كالاتي، حصل اتاتشمنت بتوين ايز والتي هيلبر كالاتي، ان الشياكو بروتين 120 مسك في كام؟ سي 4. ايه اللي بيحصل بعديها؟ اللي بيحصل بعديها يا جماعه ان الفيروس بيدخل جوه. فيروسنا يا جماعه ار ان اي صح؟ دخل جوه الخليه. عن طريق انزيم هو يملكه، اول حاجه
هو في انزيم طلعه من البروتين كود اللي اسمه ايه؟ الانزيم يطلع الفيروس البروتين كود عشان يقلع قميصه خطوة قلع القميص الانكوتنج لو لسه حد فاكر حتة الانكوتنج ديت الفيروس لازم يطلع من قميصه مين كان بيقلعه من قميصه؟ الخلية عن طريق انزيم اسمه بروتيز انزيم في انزيم يا جماعة جوه الخلية ادي الفيروس اهو مش شايف ادي الفيروس اهو داخل جوه الخلية في انزيم جوه الخلية اسمه بروتيز انزيم ده انزيم يا جماعة هيخلي الفيروس يطلع من قميصه يطلع من البروتين كود بتاعه يبقى انا قلع الفيروس قميصه الخليه بانزيم اسمه بروتين طيب لما الفيروس يا جماعه يبقى خلاص مش لابس قميص وهو ار ان ايه قال لك هذا الفيروس هتحول دي ان ايه يا جماعه هتحول دي ان ايه بانزيم هو يملكه اسمه ايه ريفيرس ترانسكريبتيز هيتحول يا جماعه لدي ان ايه بانزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز وبعد ما تحول دي ان ايه هيعمل خطوه ظريفه قوي يبقى هو عنده انزيم اخر يا جماعه اسمه انتجريز انزيم هذا الفيروس عنده انزيم اسمه انتجريز انزيم انتجريز انزيم هذا الانزيم هيخلي الفيروس يا جماعه يدخل فين بقى لو افترضنا يا جماعه اللون الازرق ده اللون الازرق ده هو الكروموزوم بتاع تي هيلبر ده الكروموزوم بتاع تي هيلبر بنلاقي الفيروس عن طريق انتجريز انزيم دخل وعمل انتجريشن دخل وعمل انتجريشن حشر نفسه وسط الكروموزوم بتاع التي هيلبر هيحشر نفسه وسط الكروموزوم بتاع التي هيلبر وهيبوظ الفانكشن بتاع التي هيلبر بعد فتره يا جماعه تقريبا 5 سنين بعد 5 سنين هيكون التي هيلبر دي باظت وحصل لها ديس وهنرجع تاني هي الرسمه دي يا جماعه دليل عليكم بس ما عندكمش تفاصيل هو الفيروس دخل الخليه ازاي؟ حصل اتاتشمنت بتوين جيلاتك وبروتين كام؟ 120 وبين السيل 4 حصل اتاتشمنت بتوين جيلاتك وبروتين 120 وسيل 4 الفيروس داخل الخليه طلع من قميصه عن طريق انكوتنج من انزيم اسمه بروتيز الرسم دي مهمه قوي يعني ليه؟ هيشتغل عليها العلماء كلهم وطلع لها ادويه طيب وبعد كده طلع من قميصه من انزيم اسمه بروتيز اتحول من ار ان ايه لدي ان ايه بانزيم اسمه ايه؟ ريفيرس ترانسكريبتيز دخل وعمل انتجريشن حصر نفسه وسط الكروموزوم بتاع التي هيلبر بانزيم اسمه انتجريز بعد 5 سنين يحصل التي هيلبر ديس التي هيلبر يحصل لها ديس يا جماعه وصل وبرضه ممكن الفيروس يصيب المونوسيتومين والماكروفاج النقطه بقى اللي تهمنا ايه اعراض اللي بتيجي للانسان اللي مصاب بايدز الانسان الذي يصاب بايدز ايه الاعراض اللي بيروح شرم ويجي من شرم تعبان اعراضه ايه ركز معايا ده ما ليس مونيترو فيروس بتحول من ار ان ايه زي اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز نركز مع بعض عن اعراض الايدز عشان اللي يجي من الشرم يخلي باله او انت كدكاتره لما يجيلك حد من الشرم تعرف تكتشف ده ايه ركز معايا الوقت يا جماعه احنا عندنا في الايد الانسان بيعدي على 4 مراحل ايه بقى ال4 مراحل قبل ما اقول المراحل عايزك تركز معايا في الاول يا جماعه الفيروس اهوت وماشي في الدم ده فيروس الايدز ماشي فين؟ ماشي في الدم. فيروس الايدز يا جماعه زي اي فيروس بيمشي في الدم بيعمل الفيفر والهيدك والكلام اللي احنا عارفينه ده. ماشي في الدم. يبقى الفيروس يا جماعه ماشي في الدم. بعد يا جماعه فتره اسبوعين ثلاثه بنلاقي الفيروس يا جماعه دخل وعمل انتجريشن وسط مين؟ التي هيلبر. يعني ادي التي هيلبر وادي الفيروس عمل في النص انتجريشن وسط التي هيلبر. عمل انتجريشن. لما الفيروس يدخل جوه التي هيلبر هو 5 سنين نايم لغايه ما يموتها ده اسمه ليتنسي ليتنسي يعني الفيروس نايم لي جوه مين؟ ايوه الفيروس نايم لي جوه تي هيلبر هو بيطلع ايه؟ لا لا هو الفكره هو نايم جواها هو نايم جوه الكروموزوم بتاع تي هيلبر اللي عايز يفتح نفسه هو بيقدر يتكسر برضه عارفين ازاي؟ هو دخل نام هو دي ان صح؟ وفضل جوه خلاص نايم عارفين حركه ان الجي ممكن يطلع مسنجر ار ان ايه؟ نفس الكلام هو نايم جوه الكروموسوم ويستخدم الار ان اي رؤوس الخليه ويطلع من نفسه ار ان اي كبير لكن هو لسه نايم مش مهم التفاصيل دي يا جماعه المهم الفيروس نايم جوه التي هيلبر وبيعمل ليتنسي 5 سنين وبعد كده التي هيلبر يحصل لها ديس صح؟ التي هيلبر هيحصل لها ديس وتموت وبموت التي هيلبر بموت المناعه الجسم هيحصل فيه ايه؟ مالجنسي يا ترى المراحل ديت ليها اسماء او ليها اسماء بس قبل ما نقول اسماء في الاول دخل الايد وبدا يمشي بعد كده نام فين؟ في التي هيلبر. الفيروس يا جماعه مداخل الجسم بلاغو انتي بودي، بلاغو انتي بودي.
انتي بودي الجينيك وبروتين 120 عليه، بس هذه الانتي بودي تطلع بعد اسبوعين ثلاثه او حتى شهر. يعني ايه تطلع بعد شهر؟ يعني بتطلع ما في اي مرحله، المرحله الثانيه. يعني هذه الانتي بودي طلعت الفيروس بعد شهر ما لقتش الفيروس، هي طالعه له. الفيروس راح فين؟ مستخبي جوه التي البرنامج جواها. الانتي بودي مش عارف يجيبه من جوه يا جماعه. يعني الانتي بودي طالعه ضد الجينيك وبروتين سبايك مش هتلاقيه. لان يكون الفيروس داخل جوه مين؟ جوه التي هيلبر. بيكون الفيروس داخل جوه التي هيلبر، يبقى الفيروس دخل طلع له انتي بودي، للاسف بعد شهر كان الفيروس داخل جوه التي هيلبر. اول مرحله يا جماعه بنسميها مع بعض اسيمتوماتيك، مفيش اول مرحله يا جماعه اسمها الاكيوت فيز، اكيوت فيز لسه الفيروس داخل. اول مرحله اللي هي مرحله الاكيوت فيز لسه الفيروس داخل. يا ترى الاشياء بتشتكي من ايه؟ تلاقي العيان ده جاي لك من شرم، لكن انا كنت في شرم الاسبوع اللي فات، اقول له بتشتكي من ايه؟ يقول لي انا عندي فيفر، اقول له معلش، وهيدك معلش، وعندي ويت لوس، اهم حاجه ويت لوس يا جماعه، كان وزني 80 كيلو بقت 77، انا خايف. اقول له ما تضايقش نفسك، ما تضايقش نفسك، روح المعمل. في معامل معروفه في شرم للناس دي، روح المعمل لو سمحت. هياخدوا منك حقيقة دم وهيدوروا على الانتي بودي بتاع مين؟ الايدز. هندور على الانتي بودي في السيرم، هنلاقيه؟ يسموها سيرم نيجاتيف. هقول له انت السيرم بتاعك نيجاتيف، انت الحمد لله فل شبعه منوره. يقول لي ازاي؟ ده انا حسيت. اقول له جايز مجهول. يبقى بيحصل ويت لوس يا جماعه بتعملي كام؟ 77. والعيان بيتخدع يا جماعه والطب بيتخدع، لان احنا لما نشوف السيرم بتاعه مش هنلاقي الانتي بودي. وبمناسبه بقى مصر في الدوله احنا بندور فيها على الانتي بودي بتاع الايدز. ما نقدرش ندور على الفيروس اللي تحليل كده 1200 جنيه. احنا بندور على الانتي بودي بتاع الفيروس ده تحليل 30 جنيه. الكاس الدم اتفحص من نقل انسان لانسان دي اللي بتتفحص ب 100 جنيه عشان الحكومه. بيدور على الانتي بودي بتاع السي والانتي بودي بتاع الايدز والانتي بودي بتاع فيروس بي. ده مصيبه في بلدنا. ده احنا كده ممكن ننقل الكيس دم فيه الفيروس ولسه الانتي بودي ما طلعش. ممكن يحصل. وعشان كده في ناس في مصر اتنقل لها دم يبقى هيفضل طلعان نيجاتيف. نيجاتيف احنا بندور على مين؟ على الانتي بودي يا جماعه. بس مش متوقع انسان جاي من الشرطه يا جماعه يبقى دم على طول. لا صعب مني. فربنا يسترها ان شاء الله. تاني يبقى اكيوت يا جماعه اول مرحله. الانسان عنده ويت لوس وحابب تلف ويت كبرت. حابب تلف ويت كبرت. وزنه قال السيرم ايه؟ نيجاتيف. المرحله الثانيه يا جماعه اسيمتوماتيك. بعد شهر الفيروس دخل نام جوه مين؟ جوه التي هيلبر. البني ادم ده بيقول له اخبارك ايه؟ يقول الحمد لله كله مش حاسس بحاجه. الوزن رجع كله الحمد لله تمام. اسيمتوماتيك يا جماعه الفيروس نايم جوه التي هيلبر. هو البيتيشن ان هو نام جوه التي هيلبر وهو مبسوط بس في الاخر التي هيلبر هتموت. انت عارف لو كان جه حل في المرحله دي كان هيطلع السيرم ايه؟ كان هيطلع السيرم بوستر. يعني هيطلع في السيرم الانتي بتاع الجينيك بروتين كام؟ 120. حركه ان السيرم كان نيجاتيف وفي يبقى بوستر بيسموها سيرو كونفرشن. يعني ايه سيرو كونفرشن؟ عرفت قبل كده شفتها. سيرو كونفرشن يعني بعد الاصابه بالفيروس بشهر السيرم اتحول لبوستر اسمها سيرو كونفرشن. طب ليه العيال مش هيجي مرحله ثانيه يحللها؟ هتحلل ليه يعني؟ ببدايه فوت التي هيلبر هيحصل حاجة اسمها برودروما. يعني ايه برودروما؟ ما قبل الأعراض. في هذه المرحلة التي هيلبر بدأت تموت. التي هيلبر بدأت تموت والفلورا اللي في بطننا بدأت تنصف. يا ترى ايه اللي بيحصل على الإنسان؟ يقول لك سيفير ويت لوس. يعني شوفوا صور الناس اللي جيت وهي في آخر مرحلة خمس سنين أو بقى فالتي هيلبر بدأت تموت وزنه 77 في 37 من غير مبالغة، نص وزنه بيضيع في الحركة دي. وبدا كده يحصل له بقى ايه؟ مرحله الايدز الحقيقيه. اول ما يحصل له برودروما هو كلها بالظبط اسبوعين كده وهيموت. يدخل في مرحله الايدز الحقيقيه. في مرحله الايدز ما عادش في مناعه خالص في الجسم. على ايه اللي هيحصل له؟ اول حاجه يحصل له نيورولوجيكال ديس اوردر. نيورولوجيكال ديس اوردر يحصل له يا جماعه نيوروباثي. انفلاميشن في النير. يحصل له ديمنشيا. ديمنشيا يعني ايه؟ ليه ما عادش فاكر حاجه؟ يا جماعه هو مين الفيروس اللي عايش جوه النير؟ الهيربس 7 و6 و8 والفيروسات دي ايه اللي بنشطها؟ زي ما قلنا الهيربس يوصف مع نقص المناعه والفيروسات دي عايشه جوه النير وجوه الانجليا مين؟ وموجوده عند معظمنا. معظمنا عنده الهيربس يا جماعه 6 و8 بس لا يوصف الا نقص المناعه. يعني هذا البني ادم لا وزنه يا جماعه بقى نزل من 77 ل 37 وحصل له ريزنج ديسوردر ما عادش فاكر. ديمنشيا درجه الشرم ولا الغردقه مش قادر يفتكر. ويحصل له حاجه اسمها اوبورتونستيك انفكشن. اوبورتونستيك انفكشن امراض انتهازيه. شويه بكتيريا من الباب اللي بتبقى في بطنه بتستغل نقص المناعه وتهاجمه. دي جت ويت لوس بس. مرض نقص في الوزن.
بس جاي. بطل العربية. معناتها عربية ايه؟ جردوبة تمهيدية، جردوبة تمهيدية. تمهيدية. طيب نيجي على الايدز يا جماعه، المرحله اسمها الايدز كومبلكس اللي بيتكلم ورا يا جماعه. بيحصل انسان نيولوجيكال ديش اوردر دمنشيا، ما عادش فاكر. بيحصل له اوبورتونستيك انفكشن. يعني ايه اوبورتونستيك؟ شويه امراض في بطنه كان مربيها فلورا. الفلورا دي يا جماعه كويسه بس ما نقدرش نعمل ممكن تهاجمنا. العيان اللي عنده ايدز بس الفلورا بتهاجمه، بتلاقي الفلورا اللي على السكن، الفنجس اللي عايش على السكن عندنا كلنا، بيبدا يعمل عفن، عفن على السكن بيبان بالعين. وفي الاخر يحصل له مالجنسي، معلش هيموت بسرطان، واشهر سرطان بيجي له كابوسي ساركوما، كابوس كبير. يصحى بقى في الاخر ربنا يحاسبه. يا جماعه المرحله الاخيره، المرحله الاخيره يا جماعه هي مرحله نوم. هينام وربنا هيقابله ان شاء الله بعديها هيحاسبه. نوم يعني ايه؟ نيورولوجيكال اوبورتونستيك و مالجنسي. طبعا تاني بقى، يبقى بداية المرحلة عشان اللي جاي من الشرق يخلي باله وزن بيقل حاجة بسيطة، وخلي بالك لو عملت تحليل تطلع نيجاتيف. بعد كده تستريح والسيرم بوستر، فلازم تكرر التحليل يا ريت. بروتروما بعد 5 سنين هيجيلك أعراض تفكرك بزمان. بزمان أيام ما كنت في الشرق. التهاب الروماتيك دخلت مرحلة اسمها بدون مرحلة تمهيدية. وفي الآخر هيجيلك مرحلة النوم الأبد. هيجيلك نيورولوجيكال ديس أوردر وأوبورتونيستيك إنفكشن و مالكنس. يا تروح الرب الكريم يفكرك في الشر ولا الرفاه. ان شاء الله. إيه نجيب مع بعض يا جماعه التريتمنت بتاع الايد. طب هيجي قال لي حط يا جماعه ايه؟ قلت له والله يقول بسرعه. ممكن تقول الورق، الورق بس هو واحد بس. اول ما يدخل بيطلع من الفود بانزيم اسمه ايه؟ بروتيز انزيم. معلش هتعب. يا جماعه الفيروس اول ما يدخل من الفود بيطلع بانزيم اسمه ايه؟ بروتين. وبعد كده يتحول من ار ان ايه لايه؟ دي ان ايه بانزيم اسمه ريبيرس. وبعد كده كده ان يحصل له انتجريشن في الكروموزوم. يحصل له انتجريشن بانزيم اسمه انتجريز. بيحصل له يا جماعه انتجريشن بانزيم اسمه انتجريز. الرسمه دي انا عمال اشتغل عليها كويس قوي. قال لك احنا ممكن يا جماعه نعمل ادويه اسمها انتي اتش اي بي درجز، ادويه خالص على الايد. بس ركزوا معايا في الجمله اللي انا بقول عليها. الادويه دي يا جماعه هتقول مع بعض شغاله على 3 حاجات. اول فكره ليهم ان يعملوا ادويه تعمل بروتيز انهبيتور، توقف البروتيز انزيم. ما يا جماعه لو انا وقفت البروتيز انزيم هيفضل الفيروس جوه قميصه مش هيتكاثر. المرحله اللي وراها اوقف انزيم اسمه انتجريز ترانسكريبتيز. المرحله اللي وراها اوقف انزيم اسمه انتجريز. يعني عندنا ادويه بروتيز انهبيتور، ريفيرس ترانسكريبتيز انهبيتور، انتجريز انهبيتور. لو وقفت اي خطوه من ثلاثه الفيروس مش هيتكاثر. لو وقفته يطلع من قميصه او تحول دي ان ايه او يحصل نفسه في الكروموزوم بتاع الهيبر مش هيتكاثر، مش هيموت الهيبر في الاخر. طيب ايه مشكله الادويه بقى؟ ليها مشكله تفور من دماغك وانت في الطبيب. طبعا الادويه دي ما انا حاجه اسمها كومبتيتف انهبيشن. يعني ايه كومبتيتف انهبيشن؟ يا جماعه معنى كلمه كومبتيتيف انهبيشن يعني الدواء بيجي اهو، الدواء بيجي قدام مين؟ ادي الدواء اهو يا جماعه. الدواء بيجي على البروتيز انزيم. الدواء يا جماعه ما بيدمرش البروتيز انزيم، ركزوا معايا. الدواء ما بيدمرش البروتيز انزيم. بيحط نفسه قدامه، يحط نفسه قدام البروتيز انزيم، يقول له انا اهو، انا اهو. فالبروتيز انزيم يسيب الكوب بتاع الفيروس ويبدا يشتغل عليه. يعني يشتغل على هذا الدرجه يكسره، كانه بروتين يتكسر. يعني الدواء ده بيطرح نفسه بديل، يقول لك يعني انزيم شغال عليا انا وسيبك من الفيروس. بيسموها كومبتيتيف ليه؟ لان حتى في الاخر الانزيم في الاخر برضه هيشغل الاثنين. بس كل القصه هيشتغل على ضيف مستوى اقل شويه. تاني الادويه عمر ما كان الهدف منها القضاء على الايدز. الهدف هدف واحد بس اتعرفوا مع بعض، ان انا ازود السرفايفر بتاع الانسان. بدل ما انا عنده ايدز يموت في 4 سنين لا يموت في 10، بدل ما يموت في 5 يموت في 12. لكن هو هيموت غالبا هيموت. كل القصه بتطور عمر، بتطول عمره يا جماعه. الادويه كلها بتعمل ايه؟ بتخلي الانزيم ديت مش انهبيشن،
كومبتيتيف انيميشن يعني ايه؟ يعني دي عباره عن اداه تقول لي النظام اشتغل علينا احنا وسيب الفيروس. فاللي بيحصل ان النظام بيشتغل على الفيروس وبيشتغل على الدواء، بس شغل على الفيروس بيقل شويه. الادويه دي غاليه جدا يا جماعه. الانسان عشان ياخد دواء من دولت واشهرهم طبعا هقول لكم عليهم اسمه دلوقتي، الانسان عشان ياخد دواء من ديت محتاج في السنه بالظبط يدفع $3 مليون في السنه علاج. اقل رقم $250,000 في السنه علاج. تخيل بقى دوله زي جنوب افريقيا عندها 40% 20 مليون بني ادم تقريبا مصابين بايدز. شركات الادويه بيلموا قد ايه؟ مليارات. وصلت مليارات يا جماعه حقيقي. ماشي. البروتيز انهيبتور يا جماعه دوايين، دواء اسمه سكاينافير ودواء اسمه انديانافير. خلاص يا جماعه. البروتيز انهيبتور دواء اسمه سكاينافير وانديانافير. لازم تحفظوه. الريفيرس ترانسكريبتيز انهيبتور يا جماعه في دواء مشهور قوي اسمه ازيديو سايمدين. اللي هو اختصاره اي زد تي. بيجي في الافلام الاجنبي كده علبه ساعات بياخدوا منها ادويه، علبه كده مكتوب عليها اي زد تي. عمركم شفتوا الافلام؟ نحفظ ازيديو سايمدين دواء اسمه سكوينافير. خلاص يا جماعه نحفظ الاسم على قد. هنا سكوينافير وانديانافير، هنا ازيديو سايمدين ده المشهور. وفي ادويه اسمها انتجريت انهيبتور. اللي بيتكلم كفايه. هو الفاكسين يا جماعه الفاكسين هو حاولنا فيه كتير. بس للاسف لغايه النهارده الفاكسينات كلها فاشله. وكان جه واحد صعيدي من مصر كان فكر يعمل فاكسين متخلف شويه، قال لك مش الفيروس بيمسك في السي 4 بتاعت الهيلبر؟ قلنا له اه. ده حاجه قديمه عمل بيها بعد. قال لك ايه رايك ندمر السي 4؟ قلنا له احنا بسبب. والله حقيقي واحد مصري عملها بحث من كام سنه وكانت فضيحه. النقطه اللي وراها. دلوقتي يا جماعه الانسان مصاب بايد بياخد سايتوكاين، يعني ايه سايتوكاين؟ بياخد سايتوكاين معنى سايتوكاين انترلوكين. ليه الانسان مصاب بايد بياخد انترلوكين وهو بيموت؟ يا جماعه دي هيلبا اللي بتموت، قلت له المسؤول عنها طلع ايه؟ سايتوكاين، يا بدي سايتوكاين اعوض اللي كانت طلعت دي هيلبا اللي ماتت. العلاج المنتظر، وكان عندكم العلاج المنتظر اللي هي في 2025 كل الامراض وحتى يعاني من الايدز هو حاجه اسمها جين سيرم العلاج بالجينات، وده 2025 جاي وهيرضي على الايدز وهيرضي على كله من الامراض. 2025 الجين سيرم يا جماعه ايه خلاص مش مشكله نتكلم عنه، بس هو علم موجود واساسه بحيث 2025 يبقى موجود ويرجع لهم كتير في الدنيا زي البطنه والاطفال الى اخره. ايه نجيب مع بعض الدياجنوستيك عليه مهم جدا. الدياجنوستيك عليه مهم جدا. يا بعض نجيب مع بعض الدياجنوستيك عليه مهم ممكن نركز معاه عشان صعب شويه معاه. الدياجنوستيك يا ترى يا جماعه احنا قلنا مع بعض مين الناس في مصر اللي احنا بندور فيهم على فيروس دي؟ جمعناهم في ميتيشن صح؟ يعني مجموعه كبيره من الناس في مصر ان احنا بندور عليهم بندور فيهم على فيروس دي. اي حد عنده ازمات الليبر فوق الضعفين، اي انسان عنده فتيك، اي انسان بتربي في بيت في فيروس دي، شايف مثلا اي انسان محطوط على جهاز دياليسيس. امال مين الناس في مصر اللي بندور فيها على الايد؟ الايدز في مصر يا جماعه 3000 يعتبر رقم قليل جدا في العالم. عشان تبقوا عارفين الرقم ده يعتبر قليل جدا في العالم، مفيش حد واحد على 1000 من المصريين. احنا بندور على الايدز يا جماعه حاجتين، في الناس اللي بتعمل هيمو دايسيز يعني غسيل كلوي. لان يا جماعه لو واحد بيعمل غسيل كلوي وعنده ايدز ان شاء الله الجهاز ده لو جه في ايدز هيعدي ناس كتير قوي. يبقى في الناس بتعمل هيمو دايسيز يعني رين دايسيز. وفي اي يا جماعه بلاد ترانسفيوجن اي كيس بلاد بناخده بنحلله ونشوف فيه ايدز ولا لا. يا ترى ايه هو التحليل المعروف في مصر؟ اهو هقول لك حقيقه ب 30 جنيه. احنا بندور على الانتي بودي بتاع جينات بودي 120 عن طريق جهاز في مصر خطير ب 50,000 اسمه الايزر. العيب الايزر ايه بقى؟ قلت لك عيبه. عيبه ان في حاجه اسمها فولس بوست 3. يعني ايه فولس بوست؟ ركز معايا. يعني الجهاز ده يا جماعه ممكن الايزر الانتي بودي المشابه هيطلع لك ايه؟ بوست. ولا تاني احنا في مصر وام الدنيا بندور يا جماعه على الانتي بودي بتاع جينات بودي 120 اللي يطلع بعد شهر. بندور عليه بجهاز اسمه الايزر. الجهاز ده لو طلع بوستيف مش معناه بوستيف قوي، يعني ممكن يكون انتي بودي مشابه. عشان نتاكد ان ده فعلا انتي بودي يا جماعه بتاع الايدز بنودي يا جماعه العيال بتاعتنا لمصر بيعملوا اختبار هناك في مصر اسمه وسترن بلوت. هنعرفه في العمل اختبار اسمه وسترن بلوت. لو الاختبار ده كمان طلع بوستيف فده بياكد خلاص ان ده الانتي ان ده الانتي بتاع مين؟ الايدز. هو عيب الايزر ان هو جهاز غير ايه؟ ضخيم. يعني مثلا في مستشفى معينه عندنا في الجامعه ده ذكر اسماء اطفال طوارئ اي حاجه زي كانوا طالعين ثلاث حالات ايدز بجهاز اسمه لايس اللي هو عندنا. ثلاث حالات بعتناهم عيال دم لمصر، الثلاث حالات كلهم طلعوا انتي بودي غير الايدز متشابهوا بس بجهاز اسمه وسترن بلوت.
لكن لو جاز ده في مصر قال لسه مسلم بلوكات بره من امريكا، لو قال ده انتوا بيلي ايدز، لو جاز ده قال انتوا بيلي ايدز، بيعمل كالاتي. بعد ما ياخد النتيجه مش عارف ياخد خلاص، بس بيطلع عندنا واحد من اسمه مايكرو او حاجه اسمها فيكشر كنترول، بيطلع معاه النتيجه بيسلمها يا جماعه لوزير الصحه، وزير الصحه بيخبر وزير الداخليه ان يعني كل الجهه دي بيجيبوا ناس ياخدوا الراجل ده بيعزوه حته في مصر بيطلعوا عليه يعزلوه. ده اللي حصل مع جراح المخ وعصابه السنه اللي فاتت، بيتدفن يتعزل وعيلته بعد كده فحص. ماشي؟ طب يا جماعه مصر كويسه، مصر خير. تعالى بص بقى على الدول المتقدمه، الدول المتقدمه زي السعوديه. نركز مش بيعمل ايه؟ السعوديه بقى عمرها ابدا ما تدور على انتي بودي. ليه بقى؟ معاهم فلوس اغنياء. فبقالك عندهم تحليل الدم اللي هو بتاع فيروس ايزي، حتى لو حد في السعوديه عارف ان الحين هي غاليه. بيدور عليه بقى؟ قال لك احنا مش هندور على انتي بودي، احنا هندور على الفيروس نفسه. عليه حاجه اسمها بي كام؟ 24. احنا هندور على الانتي بتاع الايدز. ما احنا لقينا دي 24 على الفيروس موجود، مش هنستنى شهر ونطلع الانتي بودي. يبقى هنا يا جماعه بيدوروا على البي 24 في الدم، برضه بجهاز الاليزا بس تحليل غالي شويه. ما نقدرش في مصر نعمله انه غالي علينا جدا، ما نقدرش عليه خالص. بيدوروا على البي 24 وده بيطلع العيان ساعات في السعوديه بوزيتيف قبل سيرو كونفرشن. يعني ايه سيرو كونفرشن؟ يعني العيان يا جماعه ممكن يبقى عنده ايدز والسيرو بتاعه لسه ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش انتي بودي. وصلت؟ وبس عنده. في امريكا واوروبا شغالين بالبي سي ار. البي سي ار بيدور على الفيروس، بس البي سي ار دي حاجه مهمه جدا في امريكا واوروبا وجنوب افريقيا. بيعمل حاجه اسمها الفيروس لود. يعني ايه فيروس لود؟ وكميه الفيروس دي مهمه جدا مع العلاج، لان يا جماعه كل ما الكميه تزيد والعلاج بياخده بيزيد يا جماعه رقم معين، بيعرف عين خلاص العيد قرب. يعني مع كميه اللود بعرف عين ممكن تقريبا مع العلاج. نيجي على فيروس يا جماعه تبع الريترو بعد ايد اسمه اتش تي ال في. اسمه معاه اتش تي ال في اللي هو هيومن تي سيل لوكيميا فايروس. الهيومن تي سيل لوكيميا فايروس اكتب عندك ان هو بيتنقل زي الايدز. بيتنقل زي الايدز ازاي؟ اثنين يستاهلوا واثنين مرضى واثنين ايه؟ غلابه. اثنين يستاهلوا واثنين مرضى واثنين غلابه. معايا يا جماعه؟ اثنين يستاهلوا واثنين مرضى واثنين غلابه. هقول بس انا هتمس حته صغيره وستة ثلاثية اسمها المرة الجاية عشان يصحوا على بعض. في يا جماعة فيروس خطير جدا نكتب عليه شفوي فقط. شفوي فقط فيروس اسمه فيلو فيروس. نكتب عليه شفوي فقط. صفحة 37 فيروس اسمه فيلو فيروس نكتب عليه شفوي فقط. كفاية يا جماعة خلاص. الفيلو فيروس يا جماعة، يا جماعة الكلمة كفاية. كفاية يعني. الفيلو فيروس ده معروف بإيه بقى؟ المرة الجاية يا جماعة هنبدأ الميكروز مع بعض. هيكون لسانا صحيحين بيولوجيا هناخدهم ونبدا الميكولوجي. الفيلو فيروس يا جماعه ده اخطر فيروس. هو صاحب مرض اسمه ايبولا ديزيز. احنا فهمنا عليه يا جماعه شفوي. اخطر فيروس في تاريخ البشريه واخطر ميكروب على وجه الارض هو الفيلو فيروس والايبولا ديزيز. لما يسالك مين اخطر حاجه اقول له الايبولا. اتمنى تكونوا عارفين حاجه اسمها ايبولا في حياتكم او سمعتوا عنها. الايبولا يا جماعه اعراضه تقدر ايه انسان عاصي. اعراض حتى بيسموها في الافلام الاجنبيه. اعراضها كلمه هادي. يعني ايه هادي؟ اثنين اتش واثنين اي واثنين دي واثنين اي. ركز معايا. الانسان اللي بيبدا عنده المرض في الاول بيحس بهيلك. بيحس بهيلك. لو شفتوا الفيلم الاجنبي بتاع الناس اللي سلموا لسه نور الصباح والبطل اللي اتجرحت لقوا الفاكسين في الاخر في ارض بس كان مش حي وما لوش فاكسين. المرض بيبدا بهيلك صداع في الاول. صداع وبعد كده بيحصل هيمورج. يعني هيمورج صعب يعني. هيمورج يا جماعه غير ما انت متخيله. احنا نسمع ان ايه واحد يحصل له هيمورج مثلا من ينزل الدم من مناخيره. لا ده بيحصل هيمورج جوه الاورجن. بيحصل هيمورج من السكن ده يا جماعه. السكن ده وهو موجود سليم بيطلع منه دم. هيمورج من كل حته في الجسم. يبقى هيدك وهيمورج. العيان بيحصل له اثنين ايه بقى؟ اكس. اكس يقول لك انا تعبان بس مش تعبان عاديه. انا عظمي متكسر. انا مبتدي اقف. اكس رهيبه. وعنده ابدومينال بين فوق الوصف. عنده هنا ابدومينال بين
يعني لو ايه ده ما يشوفش كتير لو يدي نفسه كان متاخرش. اكس وابدون البين كل وصف وبيحصل له ضياريه يا معلم، بيجي له ضياريه بينزل دم ضياريه وفي الثانيه ديس بيموت. لما فحصوه بعد الموت لقوا عنده حاجتين انلارجد، عنده انلارجد ليفر وسبلين، لحظه انلارجد ليفر وسبلين وكانوا نكروتيك، حصل لهم نكروس وهو عايش. يعني شفت الالم؟ اعراض الفيلو فيروس واخد كلمه ايبولا او ايبولا، واخد كلمه هادي هيدك وهيمورج واكس وابدومينال بيت وضياريه وديت وانلارجد ليفر وسبلين. لحظه معلش المرة الجاية خاصة بيولوجي كنت جاية انت اكيد ما يكون دفنوك على بعض. هو كده يبقى فضل حاجة في الوانا؟ ايه؟ هو كده يبقى فضل حاجة في الوانا؟